يا صباح الفل. اوعى تسيبها لان الحب من النوع ده بيجي لبني ادم مره واحده في عمره. ايه الصدفه دي؟ يا احلى صدفه في الدنيا. وحشتيني. ده ولا الحاجه؟ لو مشيت اللي في دماغك وما سبتكش من البت دي لكون ما قطعك لحد ما اموت. اللي في دماغك مش هيحصل. انا عمري ما هيسعيد طول ما انت بعيد عني. بيصوتوا بسبب عمايل حضرتك. انت بقيت معلم في شغل المباحث. مش حاجه تضايقني قد فراقك يا نادر. وانا كمان بحبك قوي يا حنان. مش صحيح؟ اللي حصل ده مش هيعدي بالسهل. وتعرف تتكلم معايا ازاي؟ ده انت بتتلككي بقى. هتلمد ايه؟ ده انا هوديكم في 60 داهيه. قاعد كده واهدى يا اما محدش هيروح في داهيه غيرك. اوعى تعمل نفسك نضيف عليا. احسن لك تقول الحقيقه. قول الحقيقه. خد روحي قبل ما تاخد الشنطه. مش راجعين مش راجعين. ايه يا رب؟ اطول ليلتين في السجن، اول ليله او اخر ليله. ردوا عليا. الله يخليك. رجعها لي.